هذا المشهد الذي هو أمامنا، دخول الوحدات المقاتلة للجيش السوري وترفع علم الجمهورية العربية السورية إلى هذه البلدات وتدخل لتعيد الأمن وترسخ الأمن والاستقرار. هناك مشهد مهيب، مشهد مهيب جدا بدخول الوحدات المقاتلة بالنسبة لنا، بالنسبة لمن يشاهد هذا هذه الصورة بالنسبة لأهالي هذه البلدات التي تستقبل الجيش العربي السوري، وهي بعد ذلك تشعر بالأمان، تشعر بأن الآن تستطيع هذه البلدات أن تعيش حياة وتطمئن على أن لا يكون هناك أي أحد يهدد أمنها واستقرارها، لا أحد يرهب المواطنين، لا أحد يحمل السلاح ويستطيع بحمله بالسلاح أن يقوم بأي فعل إجرامي أو اعتدائي أو سلطوي على أبناء هذه البلدات كما كان في الفترة الماضية. لذلك الجميع كان ينتظر هذا المشهد وينتظر بأن يدخل الجيش السوري إلى كامل هذه البلدات، الطمأنينة الكبيرة بالنسبة للأهالي بهذا المشهد الذي هو أمامنا، بهذا المشهد الذي يحفظ انتصار الدولة السورية في موضوع إعادة الأمن والاستقرار. نتحدث اليوم عن انتصار يتعلق بإعادة الأمن والاستقرار. الدولة السورية حين سعت منذ بادء الأمر كانت تريد أن تنصر المنطقة، تنصر الأهالي، تنصر الجميع على السلاح وعلى من حمل السلاح. لذلك كانت تسعى منذ البداية بالمساعي السلمية وبالاتفاقات السلمية بالتسويات. لذلك كانت دائما ما تفتح الخيارات السلمية تمد يد الصلح والعون والمساعدة لهذه البلدان لتخليها من المجموعات المسلحة. واليوم الجيش السوري يتوج كل المرحلة السابقة حين قام بفترة من الفترات بضرب يد الحديث على من أراد الإخلال بأمن هذه البلدات والإخلال بأمن واستقرار أي بقعة جغرافية في أرضنا. طبعا هناك يكون حاضر مباشرة الجيش السوري كل من أراد أداء الجيش السوري مباشرة بالرد المباشر عليه. لذلك لاحظنا بأن حين الجيش السوري تدخل في بعض المفاصل وفي بعض المراحل في أتحدث هنا فيما يتعلق بمنطقة درعا أو إن كان في درعا البلد، استطاع بذلك استغلال سيارات سلمية لأنها هي في بادئ الأمر، هي مساعي الدولة السورية الأول، والانتقال بعد مباشرة نحو عم الجيش السوري كما إلى بلد الداعي. ومن ثم سينقسم هذا الرد العسكري باتجاه المزارع المحيطة ببلد الداعي، وسينقسم أيضا باتجاه بلد القطاع. هذا الموضوع يدور في سحم وفي تحديدا بلد الحجرة، وبالتالي بينما يقوم الجيش السوري البنود الرئيسية في منطقة داعل وقطاع يقوم أيضا في المقابل للعمل على التطبيقات توزع في أكثر من منطقة باتجاه عملية تفتيش كامل لأن العملية لا تقتصر على أمرها جدا، وهو إزالة أي مخلفات كبيرة للمواطنين بأن المنطقة داعية لاتجاه الأمن والاستقرار، وثقة بأن أبناء الدولة السورية والجيش السوري ذات بينهم وذات اليوم المواطنين.
بدخول الوحدات العسكرية للجيش السوري إلى كامل المناطق التي تخضع لاتفاق التسوية. بالنسبة للدولة السورية وتحديدا فيما يتعلق بالتسويات في كامل هذه المناطق تحدث هنا عن كاملة لكامل ريف هذه المحافظة، وبالتالي إعلان هذه المحافظة آمنة ومستقرة بالكامل وتعود إلى حياتها الطبيعية، يعود أبناؤها لممارسة حياتهم الطبيعية حتى هنا إن كان على الصعيد الريفي من زراعة باعتبار هذه البلدات وهذه المنطقة الريفية بلدة بعمل زراعي في أرضه في الفقرات المسائية، كان بالنسبة له هناك خشية تتعلق بأن المنطقة لم تكن بمأمن ولم تكن هذه المنطقة يستطيع أن يتحرك بها المواطن في المنطقة. أيضا حياته الاجتماعية، التحرك باتجاه البلدات الأخرى، التحرك باتجاه التي هي بالشكل الرئيسي تعمل على إعادة تفعيل هذه المؤسسات لخدمة المواطن في هذه البلدات ولمساعدة المواطن في هذه البلدات أن يمارس حياته الطبيعية ويؤمن البنية التحتية لكامل هذه البلدات. طبعا أنا سأنتقل بعد قليل باتجاه منطقة حوض اليرموك وأعطيكم الصورة من منطقة حوض اليرموك عن عملية التسوية التي نفذ أيضا في تلك المنطقة. نعم حليمة.